مع اقتراب امتحانات شهادة الفنية والتعليم الأساسي والشهادة الثانوية العامة لدورة 2018، يلاحظ أن الجهات المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات ظلت تعمل بشكل اعتيادي من أجل تنظيمها في الوقت المحدد من قبل الوزارة المعنية. فهنا في مقر الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات دناك، فإن التجهيزات تسير على قدم وساق وفق ما خطط لها. جهزنا الليست أنا كانديدا، جهزنا سنتر أنا كانديدا، أنا إكزامي دول كله جاي، وهذا كده كله كملنا كملنا ونرجوك دات أنا إكزامي دا. الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس هي الأخرى أيضا في استعداد تام لتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي ستجرى في منتصف شهر يوليو المقبل. تم تعيين رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة في الشهادة الثانوية، والحمد لله يعني السنة تقريبا حوالي 95 مركز يفتح في الشهادة الثانوية، وإن شاء الله الامتحانات حسب الخطة الوضعت ده يعني تبدأ يوم 16 شهر 6 الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم 21/6، بعد ذلك تلي الأنشطة الباقية مثل التصحيح وغيرها وغيرها النتائج. الحكومة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنظيم الامتحانات والمسابقات على النمط المطلوب، وذلك تفاديا للسنة البيضاء وإنقاذ العام الدراسي 2017-2018. وننوه إلى أن امتحانات الشهادة الفنية ستنظم في تاريخ 29 من الشهر الحالي، بينما امتحانات شهادة التعليم الأساسي ستنظم في 2 من شهر يوليو المقبل، والشهادة الثانوية العامة ستجرى في 16 من يوليو من العام 2018. فحظا سعيدا لكل الممتحنين في المراحل التعليمية المختلفة.